بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الشعب اليمني العظيم، باسم ثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة، باسم روحها العظيمة التي لا تزال متحدية ومؤمنة رغم تخاذل القريب وغدر الحليف، أحييكم أيها اليمنيون واليمنيات الأحرار أينما كنتم في الداخل أو الخارج. أحييكم على شجاعتكم وعلى صبركم وعلى إيمانكم الذي لم يتزحزح باليمن الجمهوري الموحد الديمقراطي القادم لا محالة بصبركم وتضحياتكم. أخاطبكم اليوم في الذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير لتأكيد تمسكنا بقضيتنا بأهداف العدالة والمواطنة ودولة القانون والمساواة والديمقراطية التي شكلت مضمون ثورة فبراير وأهدافها. الكرامة والعدالة والحرية والديمقراطية والتنمية أهداف ثورتنا التي لن نحيد عنها. الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية والسيادة والاستقلال ثوابتنا. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في كل شبر على الأرض اليمنية وفي بلاد الهجرة والاغتراب والمنافي، لم تكن ثورة الحادي عشر من فبراير إلا تجسيداً لكل نضالات اليمنيين وتاريخهم المجيد. إنها إعادة اعتبار للشخصية اليمنية وتصحيح لانحرافات النظام المنحرف عن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر. ورغم صعوبات الواقع اليوم وتحدياته الجمة، لا تصغوا لمن يبثون اليأس في نفوسكم، لا تصدقوا المتخاذلين ولا الساسة الفاشلين الذين أصابهم الوهن وكبت بهم عزماتهم. التحديات عظيمة لكنكم أعظم، الآلام كبيرة لكنكم الأكبر والأصل بعودا، الثورات غلابة والثوار منتصرون، هذا ما يقوله التاريخ وتؤكده سنن الثورات. كل التحولات في التاريخ حدثت بالحلم والحماس والإيمان بالقضايا العادلة. التاريخ يتغير بإرادة البشر وليس بالاستسلام والإقرار بالأمر الواقع. كل التحولات في التاريخ حدثت بالحلم والحماس والإيمان بالقضايا العادلة. التاريخ يتغير بإرادة البشر وليس بالاستسلام والإقرار بالأمر الواقع. تذكروا دوما ثورة فبراير وإرادة شبابها وحلمهم الكبير وإيمانهم باليمن وحتمية انتصار قيم الحرية والعدالة والمواطنة ودولة القانون والمساواة والديمقراطية. دعوكم من الانتصار الزائف لقوى الثورة المضادة، فهو انتصار زائف ومؤقت، وكل ما هو طاف على السطح اليوم من ميليشيات وقوى الارتداد إلى الماضي ليس سوى زبد سيذهب جفاء ويبقى اليمن. أيها اليمنيون الأحرار الكرماء، شعبنا اليمني الصابر المكافح، قبل 9 سنوات واجه اليمنيون نظام المخلوع علي صالح وسياساته الشيطانية التي أفقرت البلد وأضعفت مؤسساته وعممت ثقافته الانتهازية السياسية. كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية سيئة وتذهب نحو الهاوية، مما أدى إلى تصنيف اليمن ضمن لائحة الدول الفاشلة الأكثر فساداً وضعفاً. وبموازاة هذا الفشل الكبير الذي لم يكن خافياً على أحد، تصور المخلوع صالح أن بإمكانه تغيير هوية اليمن وتحويلها إلى ملكية، متحدياً النظام الجمهوري الذي ضحى من أجل ترسيخه الثوار الأوائل. لقد تم بناء ما يشبه الجمهورية وما يشبه المواطنة وما يشبه العدالة وما يشبه الأمن، وهو الأمر الذي لم يقبل به اليمنيون الذين خرجوا بالملايين للشوارع منادين بالتغيير وبصون اليمن الجمهوري من العبث. لقد سعت ثورة فبراير لتأمين انتقال سياسي سلمي، ونجحت في هذا الأمر بشهادة الداخل والخارج، وشاع
مصطلح النموذج اليمني لحل موضوع الصراع على السلطة الذي بدأ يتفاقم في المنطقة. لنتذكر معا كيف تم اختيار رئيس توافقي وحكومة تعبر عن القوى السياسية المختلفة، وتأسيس مؤتمر حوار وطني شامل شارك فيه الجميع. توصل هذا المؤتمر لصيغة مقبولة لحفظ الدولة والمشاركة في السلطة والثروة، وتبع ذلك كتابة مسودة دستور اتحادي يحترم حقوق الناس والحريات العامة والتداول السلمي للسلطة، حيث كان من المتوقع أن يطرح هذه المسودة أن تطرح للاستفتاء الشعبي، ومن ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بموجبها ينتقل اليمن من مرحلة الاستبداد ومرحلة المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والديمقراطية الحقة. لذلك نقول وبلغة واضحة إن ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية خطت خطى واثقة لتهيئة الميدان السياسي بحيث يكون عادلا يتساوى فيه الجميع، ملقية بنظام صالح الفاسد والفاشل والمستبد إلى مزبلة التاريخ. فالشعوب تظل أكبر من أن تكون مطية لشخص أو عائلة أو قبيلة أو مذهب ديني أو حزب سياسي. لكن خصوم ثورة فبراير في الداخل والخارج الذين لم تعجبهم فكرة أن تكون اليمن دولة اتحادية ديمقراطية، ولم يرتاحوا لإنهاء سيناريو التوريث، والذين رفضوا مبدأ أن يتشارك جميع اليمنيين في السلطة والثروة قرروا أن ينقلبوا على كل شيء وأن ينشروا الفوضى والحرب في كل مكان، وكان الهدف الإطاحة بكل مكتسبات ثورة فبراير واستعادة السيطرة والهيمنة على السلطة والنفوذ والمال. لقد أدت الحرب الشاملة للاستيلاء على المحافظات اليمنية دون وجه حق، ومصادرة العملية السياسية، وإغلاق وسائل الإعلام، وملاحقة الصحفيين، وبالتالي إضعاف اليمن وإغراقه في الفوضى والحرب وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية. إن الذين يحاولون إلصاق هذه الموبقات والكبائر بثورة فبراير لا يملكون الشجاعة للاعتراف بفداحة ما ارتكبوه من حماقة بإصرارهم على الذهاب وراء رجل تملكته شهوة الانتقام من الذين شاركوا في فبراير أو الذين لم يشاركوا. وبدلاً من إبداء الندم على مشاركتهم في هذه المسيرة التي تنضح بالحقد والكراهية، بدأوا في كيل الاتهامات لثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية التي كانت ضرورة ولا تزال. فالمجرمون والمفسدون الكبار لا يرحلون تحت وطأة تأنيب الضمير. لذلك نقول إن الذين تخلوا عن ثورة 2011 الشبابية الشعبية السلمية هم غالبا ممن التحق بها من الحزبيين الانتهازيين الذين قفزوا من سفينة النظام الغارقة، وليس الشباب الحر الذي صنعها وامتلأ بحلمها وخفقت في وجدانه وصدح بها في الساحات والميادين. إنهم الانتهازيون وليس المؤمنين بيمن جديد تسوده الكرامة والعدالة والمساواة وقيم الدولة الحديثة وقوانينها العادلة. ولا يختلف هنا أساس الحزبيون المتنكرون لثورة فبراير السلمية عن الانتهازيين المتساقطين من مخلفات نظام صالح الذين التحقوا بالشرعية للبحث عن مصادر ارتزاق جديدة، والذين يغيرون لون جلودهم حسب لون الممول وتوجهاته. شعبنا اليمني الصامد والمرابط والمكافح، لقد بات واضحا أن التحالف السعودي الإماراتي يعمل من أجل تشتيت القوى داخل اليمن إلى جماعات متناحرة منزوعة الإرادة وخاضعة لسلطته. وبات من الواضح أن المكونات السياسية والحكومة والرئيس لم تعد تملك أي قرار، فقد أصبحت تحت سيطرة التحالف. الشرعية لا قرار لها،
وتحولت إلى جماعات تتصارع فيما بينها، صراع عبثي يغذيه التحالف ويمده بأسباب الاستمرارية ويعيد إنتاجه بمسميات عديدة. الانقلاب الحوثي يستثمر انحراف التحالف السعودي الإماراتي وانكشاف أطماعه في اليمن وتحوله إلى احتلال كامل الأوصاف والأركان، ويستثمرون تشتت خصومهم وصراعاتهم البينية. التكوينات الحزبية كما عرفناها قبل ثورة فبراير 2011 المجيدة كانت مثالا للفشل والهزيمة والارتهان، نخب فاشلة ومرتهنة ومصابة بعجز أعاقها عن الفعل والمبادرة والاستجابة لطموحات شعبنا وأولوياته. ولطالما كانت مشكلتنا التاريخية متجسدة في خيانات النخب ومن يدعون تمثيل الشعب. اليوم ومع معاناة شعبنا بسبب الحرب والميليشيا والوصاية الخارجية، تستمر الصراعات الصغيرة بين مكونات الشرعية على المكاسب الصغيرة والزائلة. لقد أثبتوا أنهم سبب أساسي يمد الميليشيا الحوثية بأسباب البقاء، ويمكن الأطماع الخارجية والتوجهات الخارجية من التلاعب بقضايانا ومصيرنا وفق أهداف خارجية لا تعنيها معاناتنا، ولا يضرها استمرار الحرب وانعدام الدولة وتغول الميليشيات وتقسيم اليمن لمناطق نفوذ يتحكم فيها أمراء الحرب وأدوات الخارج من ميليشيات ونخب حزبية وأبواق إعلامية تعمل لتزييف الحقائق وتشتيت الصفوف وتبييض صفحات المتآمرين على اليمن الساعين لتقويض كيانها الوطني وتقسيمه إلى دويلات ميليشاوية تنفذ أجندات الخارج وتحقق أطماعه ومصالحه. رواد التغيير هم شباب ثورة 11 من فبراير، الحالم والمتحرر من العقد والعجز والارتهان. إنهم روح اليمن، وعليهم تقع اليوم مسؤولية النضال من أجل القضية اليمنية وإنقاذ اليمن من الإمامة الحوثية والاحتلال السعودي الإماراتي، ومواصلة الكفاح من أجل يمن مالك لقراره، سيد على أرضه. شباب فبراير والمؤمنون بروحها هم من لديهم طموح دولة قوية وعادلة، وليست النخب الفاشلة التي وصلت رحلة عقمها التاريخي إلى أقصى آمالها. الارتماء في دهاليز اللجنة الخاصة السعودية ومال الإمارات المدنس، الدولتين اللتين تخوضان حربا شاملة ضد اليمن منذ اليوم التالي لثورة 11 من فبراير المجيدة. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، يتحدثون اليوم عن المصالحة بين حزبي التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام. دعونا نسألهم، لماذا لم يكن التقاؤكم تحت عنوان الشرعية واستعادة الدولة كافيا للمصالحة؟ إذا كان ولا بد من مصالحة وطنية شاملة، فلن تكون خارج عنوان الشرعية واستعادة الدولة وتحت عنوان الجمهورية والوحدة واستقلال القرار الوطني. وإذا لم تتحقق المصالحة تحت هذا السقف وهذه العناوين التي تجسد طموحات اليمنيين وتمثل استمرارا لثورتهم الشعبية ومسارها الانتقالي، فأي مصالحة تريدونها وتطلعون إليها؟ إذا لم تكن مصالحة من أجل التحرر والاستقلال الوطني من كلا الاحتلالين الداخلي والخارجي، فما جدوى هذه المصالحة وأي قيمة لها؟ دعونا نقولها لكم بوضوح ودون مواربة، إنكم تريدون أن تعتذروا عن مشاركتكم في ثورة فبراير، تريدون أن تنقلبوا على المرجعيات الثلاث باسم المصالحة، تريدون أن تقولوا لشعبكم إن الخضوع لما تبقى من أشلاء النظام الساقط هو الطريق الوحيد لاستعادة اليمن. لا وألف لا، هدفنا يمن جديد، هدفنا هزيمة الإمامة والاحتلال والوصاية الخارجية، هدفنا إنجاز وعد
ثورة فبراير بدولة وطنية اتحادية ديمقراطية تتحقق فيها العدالة والمواطنة، ولا تستقوي فيها منطقة على أخرى، ولا تهيمن فيها طائفة على أخرى، ولا شطر على الشطر الآخر، ولا فئة سلالية على المجتمع والشعب. هدفنا يمن جديد، للعودة للفاشلين الفاسدين المستبدين. اليمن يتسع للجميع، نعم، وليأتي كل من كانوا جزءا من نظام صالح، صاغرين، معتذرين، مقرين بدولة للجميع، وسيجدون أن اليمن ملاذهم ومأواهم. أما عودتهم كنظام فهو المستحيل بعينه. أن نقبل بهم في صيغة اليمن الجديد فهذا ليس فضلا منا، ولكنه جزء من قيمنا ومن أهدافنا التي لا تقوم على الانتقام والتشفي والإقصاء. أما أن نعود تحت جناحهم فهذا سلوك العبيد الذي يليق فقط بالنخب الفاشلة، وليس بثورة فبراير وشبابها والشعب اليمني العظيم الذي كانت ثورة فبراير هويته الأكثر تعبيرا عنه وعن طموحاته وأحلامه وأهدافه الوطنية. أيها الشعب الحر الكريم، ما يحدث من حروب في اليمن وبلدان الربيع العربي هو انتقام من الشعوب التي طالبت بالحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية بإغراقها بالعنف والحروب والميليشيات. هو انتقام تقوده أنظمة مستبدة تحيط بنا تخشى من مطالب شعوبها بالتغيير الديمقراطي. لقد كان حال هذه الأنظمة المستبدة كلها يخيرنا بين الحرية والأمن، إما الاستقرار المزيف وإما الديمقراطية. لكننا نقول أن الاستبداد قد صادر علينا الديمقراطية والتنمية معا. الاستيلاء على السلطة واحتكارها أفقر مجتمعاتنا وأهدر مواردها. تجاربنا تقول إن الديمقراطية والاستقرار وتوفير الأمن الغذائي والتنمية للمجتمع مرتبطة ببعضها. تجاربنا القاسية يجب أن تزيد من إيماننا بالديمقراطية والعدالة والمواطنة وحقوق الإنسان وضرورتها واستحالة العيش بدونها. لقد اعتقد ممولو الثورات المضادة في السعودية والإمارات وإيران أنهم بتخريب ثورات الربيع العربي وإشاعة الفوضى ودعم الميليشيات والإرهاب والانقلابات العسكرية والشخصيات المنبوذة سوف يقضون على فكرة الثورة ضد الاستبداد، وسوف تتحول الشعوب العربية إلى شعوب مستسلمة كما في الماضي. لكن هذا الاعتقاد أثبت أنه غير حقيقي، ففي الوقت الذي يشعلون فيه الحرائق في ليبيا ومصر وسوريا واليمن اندلعت الموجة الثانية من الربيع العربي في الجزائر والسودان ولبنان والعراق. وبصرف النظر عن مآلات كل حالة من تلك الحالات، فإن المؤكد أن فكرة الربيع العربي أثبتت قدرتها على تجاوز أي مخاوف يحاول تكريسها أصحاب نظرية القبول بالاستبداد والفساد مقابل الأمن. وهذا يعني أن ثورات الربيع العربي لم تتوقف عند الموجة الأولى، بل عادت في موجة ثانية، وستعود في موجات وموجات متلاحقة حتى يتم بناء أنظمة تعمل على خدمة الناس كما هو الحال في البلدان المتقدمة. أنظمة قائمة على الديمقراطية والعدالة والمساواة وحكم القانون، وليس أنظمة تتحكم في مصائر الناس وحريتهم وتعبث بكرامتهم. يا أبناء شعبنا اليمني المكافح والصابر، يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، إن الحل في اليمن والوصول إلى سلام مستدام لن يتحقق دون رحيل الاحتلال السعودي الإماراتي من اليمن وتسليم الحوثيين بسلطة الدولة وثوابتها، والدخول في حوار جاد للعودة إلى استكمال العملية الانتقالية وفق المرجعيات الثلاث: المرجعية الوطنية المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد واتفاقية نقل السلطة وما تدعى بالمبادرة الخليجية والقرارات الأممية ومرجعيتها الدولية. وأي حل لا يضمن
عودة الدولة اليمنية الموحدة كاملة السيادة على أرضها وصاحبة السلطة الحصرية لا تنازعها الميليشيات أيا كانت مسمياتها، فهو ترحيل للصراع ويهيئ لجولات حرب متوالية. إن محاولة تقسيم اليمن حلم سعودي إماراتي ستسقطه نضالات شعبنا ذي القوة والبأس الشديد. هذا التقسيم الذي عملت من أجله الرياض وأبو ظبي فشل قبل أن يتحقق. اليمن سيبقى ولن يكون إلا يمنا موحدا ودولة اتحادية مدنية ديمقراطية حديثة لكل مواطنيها المتساوين في الحقوق والواجبات. وأمام ذلك كله نؤكد على موقفنا الثابت بالتمسك بأهداف ثورة فبراير ونتائجها المتمثلة بالدولة الاتحادية الحديثة ومخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاث كأساس لأي حوار أو مفاوضات لإنهاء الحرب والانقلاب والعودة إلى استكمال مهام المرحلة الانتقالية. الجمهورية والدولة الاتحادية والوحدة اليمنية واستقلال القرار الوطني والديمقراطية ورفض الوصاية الخارجية هي محددات موقفنا نحن المنتمون لثورة فبراير ومن يجدون فيها خلاصة الكفاح اليمني وتتويجا لنضالات الشعب منذ أوائل ثلاثينيات القرن الماضي وحتى اليوم. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم الحر الكريم، ختاما أقول لكم تمسكوا بمبادئ ثورة فبراير، تمسكوا بها ما حييتم ولن تضلوا أبدا. آمنوا بروح وقيم ثورة فبراير منقذا، وسترون النور وسط هذه الظلمات المتكالبة على وطنكم من الداخل والخارج. آمنوا بشبابنا فهم سر هذه البلاد وإرادتها. السلام على شباب ثورة فبراير وعلى روح وقيم ثورة فبراير القادرة وحدها على إنقاذ اليمن من هذا الشتات والضياع. الرحمة والخلود لشهداء ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية الأبرار. الشفاء لجرحاها والحرية للمعتقلين والمخفيين قسرياً، والمجد والنصر كل النصر لشعبنا اليمني المكافح العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.